Terakhir, kau nyanyi. Kau nyanyi. Tapi gak itu lah, she did the special note. Karena kau tidak bisa gitu. Gak same song. Nah, gak same song. Ada gak aku selalu gak api air, tak lagi gak beris. Tapi sendiri saya. Apa akan sama song? Apa akan sama song? Ya, aku jangan tayo. Ya, kau nyanyi. مع جونشن يعني امتحان كان حاجة مع امتحان اسمها بالعربي ملتحن زي ما خدنا الليد قلنا عرفنا جسم ثلاث كلمات هتفكرون موبايل هسمي الكونجكتيف بكلمتين It's a transparent mucous membrane لو انت فهمت الحاجتين دول بالظبط يبقى عندك جول في الكتاب صح؟ transparent استنتج انت لما اقول لك transparent يبقى اكيد مفيش ايد لا هي بس رايت مفيش ايد يبقى اكيد ما كرتنايز صح كده؟ بقول لك ميوكس ممبرين يبقى اكيد في خليه اسمها ايه؟ جابلت سيلز يبقى استنت كده الكونشتاف كلها ايه؟ نون كرتنايز وكلها ايه؟ وذ جابلت سيلز دي معنى الكلمه ترانسبارنت ميوكس ممبرين يعني نون كرتنايز وذ جابلت سيلز لو انت مذاكر كويس ميوكس ممبرين يعني ايه؟ هناخدها في الميكروسكوبيك اناتومي كلمه ميوكس ممبرين اصلا ليها معنى تحطوها في الكلمه بس هقول لك معلومه صغيره نيجي بقى جلوس اناتومي ميكروسكوبيك اناتومي اللي هو جلوس اناتومي بتاعنا مين ده؟ مين ده؟ العين صح؟ الكونجكتيفا عبارة عن 3 parts grossly macroscopically جزء بيغطي الجيف من ورا بس كده بعدين جزء بيلف جزء يمسك العين نفسها صح كده؟ جزء بيغطي الجيف من على بعضه كده ليه اسم اسمه؟ فالبيبرا برافو عليك فالبيبرا كونجكتيفا كان آخر layer في مين؟ في الليبس صح كده؟ الجزء بيلف اسمه ايه؟ فورنيس الجزء بيلبس على العين بالبر برافو عليك بعدين كان جزء فالبيبرا فورنيسيا البالبر حتة كده بسرعة بقى كلمة صغيرة كل واحد فيهم ده سبساطة ملهاش لازمة قوي بيتقسم لأجزاء لو ده التورسس في عندي جزء هنا كده اسمه ايه ده؟ الحتة دي اسمها ايه؟ اللي هو فرقة السبسطة فرقة السبسطة برافو هنا كان في جلاند اسمها ايه؟ تارسا جلاند فاكر حاجة اسمها؟ وايت لاين برافو هنا في نص اسمه ايه؟ اكسلنت الحتة دي اسمها سكين صح؟ ده اسمه ايه؟ ليب ميكوزا الحتة دي اسمها ايه؟ ده ميوكو كوتينس جانكشن صح كده؟ انا عندي نفس الكلام انا عندي جلد وعندي ميوكس ممبرين فاكيد في جنكشن صح كده؟ فين الجنكشن بتاع؟ جاست بيهايند ذا جري لاين يعني بدايه الوايت لاين ده كده ده بدايه الجنكشن بتاعنا يعني هنا بدايه اللي كنت الحته دي بدايه الكونجكتيفا بعد جري لاين على طول وصلت كده؟ هنا بدايه الكونجكتيفا بتاعي ماشي 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 الحته دي من الكونجكتيفا بنسميها مارجنال اللي بتغطي اي جزء؟ ليد مارجن سبسطه ملهاش لازمه يعني الجزء ده من الكونجكتيفا بنسميه ده تورسل اللي ورا مين؟ تورسس وده اسمه ده اوربيتال سواء دي او دي او دي على بعضهم اسمهم ايه؟ بالبابل. التلات اجزاء دي سفسطه. يعني من اول الجنكشن لغايه السركس مارجن. السركس نهايه التورسس تورسل. نهايه التورسس لبعيد الليد اسمها اوربيتال بارت. على بعضها اسمها بالبابل كونجنتايب. اعرف عنها كلمه واحده بس. ان التورسل كونجنتايب تحديدا از اترن تو ذا ايه؟ تورسس. هتفرق معايا ما فيش حاجه بعد كده في كونجنتايب. يعني لازقه في التورسس بغيرها. زي ما خدنا البري تورسال ماسلر بكلاريس لازقه جامد في التورسس فاكرين الكلمه دي؟ فاكرين حاجه بتاعت اوفر رايدنج؟ قلنا البري تورسال ليزر في سيبتال سيل ده بيحصل اوفر رايدنج في حالات الايه؟ اسمها ايه؟ انتروبي انتروبي برافو عليك انت مكانكم هنا والله والله مكانكم هنا اتفضل كام سهل؟ سهل؟ خش على بعديها بقى اسمها ايه دي؟ فورنكس عندي كام فورنكس؟ اربعه في واحد فوق واحد تحت واحد لاترال واحد ميديال مين اكبر فورنكس؟ الفؤاني مين اهم فورنكس؟ الفؤاني انا عندي اهم واكبر واحد مين؟ الفؤاني كويس كده؟ اللي كان بيتشد بعضله اسمه ايه؟ كان بيتشد بعضله كده اللي هو ليه زي ما هو كده سسبنس وده جامد اكتر مش عارف مين هو يعني الليفيتور ادي اول تكه في الابر فورنكس ده ان اتعلق بايه؟ الليفيتور فتحه التكه الثانيه بتاعته ليه تكتين ان هو اكبر واحد ومتعلق بايه؟ بالليفيتور صح؟ التكه الثانيه مين هنا؟ لاكما جلان صح كده؟ بتفرز دموع الزيتوكين وانا بتفرز ازاي؟ تبقى ذات عامل كده حتى قلنا اكتر حته ديفيشنت انتيرز مين لاتر كانسس صح كده لاتر فونكس يعني صح كده كلام جميل بتفتح فين بتفتح فين في الكونجنكتيفا دلوقتي الدموع تفتح في الكونجنكتيفا فين ان ذا ابر فونكس تيجي في الامس كيو فين في ابر فونكس ابر لاتر ابر ميديال ابر لاتر يبقى الابر فونكس ده فيه تكتين سايت اوف اتاتشمنت اوف ذا ليفيتور ماسل تاني حاجه ذا سايت اوف اوبننجز اوف ذا لاكرينال جلاند تيجي في الامس كيو تحديدا فين ابر لاترال بطن الجلاند نفسها مش كده السوبر لاترال بارت اوف ذا فورنس سالك معاك كده دي اميد مين ذا سوبيريور فورنس الاصغر واحد واللي اختفى نسبيا الميديال فورنس بصوا بقى العين هنا قدام مش عامل كده العين قدام ده اسمه ذا ميديال
الكامبس في حاجة عاملة كده بس النهاردة في المرايا، حاجة عاملة كده في المرايا بس النهاردة عندك على نفسك حتى يعني. وتلاقي حاجة حتة جدا كلنا كده صح كده؟ كويس. ايه دي؟ حد عنده عصافير في البيت؟ تمسيح؟ لو عندك بعض الحيوانات كده زي التماسيح او العصافير هي بتقفل ازاي؟ فراخ هي بتقفل ازاي؟ بتقفل كده ساعات مش بتقفل كده هي بتقفل كده صح كده؟ الحركة دي ايه؟ هو الحيوانات دي عندهم الليد بتاعهم مش كده اصلا هو جاي من الجنب اللي هو ده عندنا في البني ادمين رودمنتري بس هو ده الليد انيمالز اصل كده الحته الصغيره دي احنا سميناها عندنا حاجه رودمنتري عندنا اسمها ايه يعني والله حته عامله زي نص هلال مش اي حاجه نص هلال بس كده صح فسميناها كده الحته اللي نص هلال فسميناها لابلايكا ايه سامي يعني ايه نص لونارس اسمها كده لابلايكا مش عايز حاجه هي بس اسم خلاص لابلايكا سامي لونارس هي حته في الميديا فورنكس بس كده على شكل ايه نص هلال هي موديفايد كونجنكتيفا يعني زي الكونجنكتيفا بالظبط بس ايه موديفايد شويه دي في الحيوانات ليها معنى دليت في الحيوانات عندنا احنا ايه رودمنتري شويه والحته دي الاسم طالع شويه حته دي لحمه كده اسمها ذا كرانكل اسمها كده ذا كرانكل ذا كرانكل دي از نوتنج اكسبت موديفايد سكن يعني ده موديفايد ايه كونجنكتيفا ده موديفايد ايه امورك موديفايد سكن يبقى فيه ستراكشرز اوف ذا سكن صح يبقى فيه سويت جلاندز سيبيشس جلاندز شعر الكلام ده يفرق في ايه لا قدر الله لو اورام طب عارف ايه نسيج الجود هنا مثلا طالع ايه طالع منه هنا ايه وهكذا يعني الشاهد عندنا الاثنين دول موجودين فين ميديال فورنكس وغطوه ما بقاش فورنكس ما بقاش فورنكس خلاص صح كده انا يهمني في سنه رابعه كلمه واحده بس خدنا الحصه اللي فاتت ان ممكن حته جلده تغطي ميديال فورنكس في الكلمه دي اللي هي اسمها ايه ايبيكامبس اشخصها ازاي مش عارف الحاجات دي خلاص كده يعني ازاي اعرف ان عنده ايبيكامبس ان بص على ايه ده مش شايف لايكا مش شايف كرانكل يبقى انت عندك ايبيكامبس في حاجه مغطياك هنا بص كده يبقى تشخيص ايبيكامبس بيجي في الحته دي كده يعني بتعرف مين البول بتغطي الحاجات دي واضح يا جماعه كام سهل تعبتني بسرعه على طول لو عايز دينا سهله عامل كده صح يبقى كده خدنا اهم فونكس في فونكس وخدنا مين اتغطى بحاجتين او يعني اتغطى يعني اختفى بحاجتين اللي هي فلايك يعني ايه كرانكل غير كده مش عايز كلام خالص في الميكروسكوب كانت دينا سهله سهله يا جماعه كده خش بقى الميكروسكوبيك كانت دلوقتي ما اقول لك ميوكس ميمبرين هنسمعك ميوكس ميمبرين خدت قبل كده في ستارتش ميوكس ميمبرين زي ايه مثلا الانتستين الانتستين ميكوزا طب اي ميكوزا في الدنيا اي ميوكس ميمبرين كام لاير اي ميكوزا تو لايرز يقول لك ايه يقول لك بطريقه يقول لك ايه عندي ابيثيليوم وسبستانشيا بروكسيا او يقول لك ميكوزا وسب ميكوزا صح كده؟ لو نسيج ميكوزا بس متحرك زي الانتستين يحط واحد في النص اسمه ايه؟ ده ماسل لاير. لكن الميكوزا مش متحركه هم الاثنين دول بس اللي هم ايه؟ ميكوزا سب ميكوزا او ابيثيليوم اند سبستانشيا فراك. في هذه اللحظه كل الميكروسكوبيك اناتا بتاعها كلها اتنينات بمعنى تفتكر مرتبه كام لاير مع بعض يبقى كام لاير؟ ها؟ تو لايرز. واحد اسمه ابيثيليوم والثاني اسمه ايه؟ سبستانشيا فراك. معايا يا جماعه؟ كلام سهل؟ كويس. امسك واحد واحد بقى. ده ابيثيليوم كام لاير؟ two layers عبارة عن two layers of cubicle أو columnar cells بس مليان خلايا إيه الخلايا اسمها إيه؟ goblet cells أنا عندي عبارة عن two layers of columnar أو cubicle cells بس كده with goblet cells ليه goblet cells؟ ما هو mucus membrane صح؟ بس في حتتين قربوا على حاجة زي الجلد يعني إيه؟ آه الكونستيتيف كلها two layers two layers two layers two layers في الحتة الجنكشن دي أنت داخل على جلد يعني ده جنكشن صح كده؟ فأنت عندك two layers two layers تبتدي يزيد يزيد عشان يخش على مين؟ الجلد عشان يبقى ستريفايد سكويمس صح؟ فيجي على الطرف هنا الحته دي بالظبط كده اللي هو المارجنال بارت يبقى ستريفايد سكويمس عشان يجهز نفسه يخش ياخد كيراتين وصل كده؟ ونفس الكلام يجي على عند الكورنيا هنا حته كده يبتدي يبقى ستريفايد سكويمس هنعرف بعد كده الكورنيا ستريفايد سكويمس تفتكر ليه كورنيا ستريفايد سكويمس؟ ليه كورنيا ستريفايد سكويمس؟ كنا خدنا حاجه قبل كده اي دي سودمونس سودمونس برافو عليك اي دي تاني الكلام ده تريد مارك اي دي سودمونس يعني حطها على الكورنيا ولا حاجه ليه حديد مين اقوى ابتدائي عندنا سلفايد سكينز بس عشان يكون تبقى ترانسبيرنت كانها ايه نون كارتنايزد بس هي اقوى ابتدائي سلفايد سكينز نون كارتنايزد يبقى انا عندي الشاهد عامله في الاخر كونش كلها ايه اثنين تيجي على الاطراف تبقى ايه سلفايد سكينز هتخش على الجلد تخش على ايه دي سهله وفي حته في حركه كتير بس الحركه دي كده اهو عمال احرك كده مين يحرك معايا حركه عمال يحرك معايا جامد فونكس زاد الفونكس صح عمال يتحرك معايا فربنا سبحانه وتعالى زود له لير كمان يعني عندي بصوا هنا ستوايز كيمس 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 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
خلاص كده يبقى كله اتنينات تو لايرز يجي في الحته اللي فيها الحركه لايرز دي شويه خدتوها تحت اسم سمفايك كولومنر زمان فاكرينها لا كولومنر كذا ليه كولومنر كده خلاص كده شو ما فكرت خالص خلاص عشان خدنا كل الاناتومي يعني خلاص عشان ممكن تسالي اناتومي سالي مع كده انا جبت لك صوره كل اللي كتبه هنا ليها صوره حتى الاكتين دي انا سهله سهل كلام كويس كده خدنا الايه اني لاير الاكتين نيجي بقى لاير التاني ده سبستانشيا بروكيا كام لاير زي ما خطوط في الجزء دايما كده تو لايرز لاير بيجمع الليمفوسايتس كتير قوي فاكرين الكلام ده الرسم عندكم كتير قوي فاكرين ده مش حاطط نوتس صح كده كده عملنا الليمفوسايتس كتير قوي حتى سميناها الحته دي ذا فوليكلز صح كده مليان الليمفوسايتس كده فسميناه اللاير ده ذا فوليكلز فعلا او سميناه ذا ادينويد لاير يعني ايه اويد شبه يعني ادينا ادينوما ادينوكارسينوما نيف ادينا جلاند هو فعلا بيتجمع على شكل ايه اسمها ده adenoid layer of lymphocytes وتحتيه اسمه ده fibrous layer ده بقى اللي فيه vessels والlymphatics والnerves وكل الكلام ده يبقى عندي epithelium 2 layers مع الاطراف وعندي substantia propria 2 layers تذكر كل واحد فيهم تأكد ده مليان goblet cells صح كده هو non-carotenoid تأكد ده مهمة جدا كبارك مربع عنا it's not present before الكتاب كاتب 3 لا هي 3 months انا اسف خلاص هي 3 بس months ناس خلاص it's not present for 3 months of age صح كده قبل 3 اشهر مش موجوده واضح كده يا معلم تفرق في حاجه جدا هناخد مره كده كام كده قوي ده مش موجود قبل 3 اشهر هتفرق معايا في مرض معين بس هي قاعده مهمه ان الادنولير مش موجود قبل 3 اشهر ما عندهاش سايز واضحه كده قبل 3 اشهر خلاص كده كويس نيجي اللاير ده خلاص قلناه تاكد ده ان في نيرفز والليمفاتكس والبراسس كل حاجه تاني حاجه لازق في التورسس ما هو ده لو انت خدت كوستار كده اهو ادي كده الكونتراكت هيبقى ايه هتحطها كده في الشارع وده تحت صح هو اللاير ده اللي الفيري ادفرنت ناحيه مين؟ السورسز وفيري لوس ناحيه مين؟ البالجر يعني لازق هنا قوي وهنا لوس قوي طب ايه الابراج بتاع كده؟ واحد هيجمع باس واحد هيجمع بلاد واحد هيجمع اديما يتجمع فين؟ تارسل ولا بالجر؟ هتلاقي عينين البياض ده وارم جدا عشان البياض ده كده هتلاقيه وارم قوي والتورسس لازقه جامد قوي يبقى كون البلبر كونجنكتايرا very loosely adherent it allows accumulation of fluid او pus او blood بصوره كده زي ما خدنا كلامنا في الجفن اصلا دي صح كده جفن وارم والكونجنكتايرا البلبر وارم لكن التورسس لازق جامد قوي صح معايا كده يبقى تاكد ده ان هو adherent في حته ولوس في حته هنا ساعه دلوقتي يا جماعه عبيطه طب ايه جلاند بتاع الكونجنكتايرا انا عندي كام جلاند في الكونجنكتايرا بنعتبر الجابلت سيل جلاند يبقى اول جلاند ايه زاد بس طلع ايه دي نيوبس انبهر الرابع بتاع نيوبس الجلاند الثانيه خدها اسم دلوقتي بس اسمها ذا اكسسوري لاكريمال جلاندز هما اسمين اسم بس واحد اسمه كراوس وواحد اسمه وولفين اكسسوري ايه لاكريمال لاكريمال اللي هناخد ان شاء الله في اللاكما سيستم ثم موجودين في البروبيا هنا كده بس كده فانا عندي جلاندز في النطايبة ثلاثه واحد جابلة الأساسية طبعا ثاني حاجة عندي الأساس والأكريمال جلاندز اوف كراوس وولفين سي لاكريمال كلام كده blood supply as lid lymphatics as lid nerve supply as lid يعني الكلام ده خدناه من lid تقريبا اما اقول لك النيرفات قسمناها ازاي يلا قسمناها ازاي كده ولا كده النيرفات قسمناها كده حسب الفيس صح قلنا فوق ايه اوفثالميك قلنا تحت ايه باكسيلري انا عندي فعلا اوفثالميك هنا اهوت هنا باكسيلري زي الجفن بالظبط الليمفاتكس قسمناها ازاي قسمناها كده قلنا اللاترال بارت فوق تحت تروح مين قلنا الميديال فوق تحت تروح فين سامك برافو عليك البلاد سبلاي حد فاكره؟ بتاع الليد قلنا كم ده الجفن اهو قلنا ايه؟ حد فاكر؟ قلنا هنا اوفثالميك بارت هنا لاكريمال ارتش ايه الكلام ده؟ بيدي حاجه اسمها ذا ميديال اند ذا لاترال بالبلا برانشز فين الكلام ده هنا في الكونجنكتايف في الجفن؟ خدنا مقطع في الجفن كان باين فين؟ في اي لاير؟ سب ماسكر سبيس على بعض 4 مللي فروم ذا ليد مارجن متفقين كده؟ صح عامل اركيد فين بقى الكونجنكتايف؟ بصوا دي بس هي اسمها ذا بالبلا اركيدز صح هتدي برانشز بيرفريتنج بتخرم بتخرم ايه بتخرم التارسس بتخرم التارسس بتخرم التارسس بتخرم التارسس نطلع من اول حته تلمس الدم في الكونجكتايفا السالكا سابترسيكس عيد الجمله دي تاني اول حته تلمس يعني جالها دم في الكونجكتايفا ايه هي السالكا سابترسيكس تفرق معايا يا جماعه عشان التراكوما ان اول حته جالها فعلا دم هي مين السالكا سابترسيكس حلو كده فالدم جاي هنا اهو يلا الدم جاي كده اهو جاي كده كده بص هنا ساكت ساكت سادس هيدي برانشز هنا تدي مين دي؟ المارجنال صح؟ ويدي برانشز
فاكر معايا بقى مسلسل ازاي؟ اه بنكمل نكمل 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 لغايه 4 مين الليمبس. دي بس الواحد بيدي بريكشن عليه جدا. حلو كده؟ كل كونجنتيفا سبلايد بده اللي جاب مين؟ الجفن. صح كده؟ هسمي البس الضخم قوي ده اللي بينزل كل كونجنتيفا اسمه ده بوستيريور كونجنتيفا.